تلاحظون احبابي انا مو بقيس السعاده عند مجموعه جبت مرآه تدريب هذا مو في محاضره اتيت بالمرآه قلت كل واحد يشوف وجهه فضحكوا قلت لا لا بدون ما تضحك شوف وجهك على ما هو عليه تصدقون ان بعضنا طالع من بيته تقول شارب لنا صب الليمون مكشف وما الان الان لو يرى وجهك انا اعوذ بالله ربنا اكشف عنا العذاب انا موقنون هذا وجهك يا ابو فلان ليه مهموم ليه مغموم لماذا ضائع لماذا لا تشعر بالفرحه في البيت هناك اسباب ساذكر بعضا من اسباب السكينه اول سبب معصية الله لأحد الزوجين إذا عصى أحد الزوجين ربه خرجت السعادة مع الباب ومن أعظم ما يدمر السعادة في هذه الأزمان الذنوب الخفية واتس وجوالات ولابتوبات وكل منا صادنا بجواله ما يبي خويه يشوف وكل منا معه جوال وعليه رقم سري وبعضنا حاط بصمه وبعضنا لو يطيح جواله بيد المراه ما امسك الليل عنده لا حول ولا قوه الا بالله العكس العكس وتجد البعض يختفي بالذنب ثم يقول اني اشعر بوحشه ذنوبك ايها الزوج خاصه تدمر السعاده في البيت وخاصه ذنوب الخلوات يكون في الخفاء والله إنه زلزال والبركان اللي يجعل السعادة تخرج من البيت والسعادة أحبابي من عطايا ربي فلا يعطيها إلا من أطاعه ذنوب الخلوات زلزال السعادة فعليك بطاعة ربك في بيتك.